تعرفوا كيف نبني اقتصاد المستقبل من أجل غد مستدام. مبادلة ترندز هي سلسلة برامج بودكاست مبتكرة وغنية بالمعلومات، نستضيف فيها نخبة من الخبراء وقادة الصناعة لمناقشة عدد من أبرز القضايا المحلية والعالمية كالاستثمار وريادة الأعمال والطاقة والبيئة والتكنولوجيا. تابعونا لمعرفة المزيد حول كيفية خلق قيمة دائمة وتأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي في مختلف المجتمعات في الداخل والخارج. ابقوا على اطلاع مع مبادرة ترندز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من بودكاست مبادرة ترندز. أول شيء أعرفكم عن نفسي، حامد الحارثي من وحدة الاتصال في شركة مبادرة للاستثمار. مثل ما تعرفون اليوم تنتشر محفظة أعمال مبادرة وأنشطتها في أكثر من 50 دولة حول العالم، وطبعا تتوزع هذه الأنشطة على قطاعات متعددة مثل الألمنيوم، الصناعات المتطورة، مرورا بالعلوم الحياتية، الرعاية الصحية، وأيضا الطاقة المتجددة وغيرها وغيرها من القطاعات. طبعا من خلال حلقات بودكاست مبادرة ترندز بنحاول نغطي هذه القطاعات والعديد من هذه المجالات والحديث عنها، وأيضا الحديث عن أحد أهم مرتكزات عمل مجموعة مبادرة وهي الدخول في شراكات والاستثمار في أهم القطاعات اللي راح تقود مسيرة النمو الاقتصادي والابتكار على مستوى العالم. ضيف حلقتنا في مبادرة ترندز سيكون بإذن الله الأستاذ بدر العلماء، وموضوعنا هو بناء جيل من المبتكرين. أول شيء خلوني أعرفكم وأقدم ضيفنا بشكل سريع وبعد ذلك ندخل في حوارنا. الأستاذ بدر العلماء يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادرة الاستثمار، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا اللي هي الشركة الرائدة في مجال التصنيع المتطور واللي مقرها مدينة العين، بالإضافة إلى ترأسه للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وطبعا هذه القمة هي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهذه القمة تهدف إلى تبني نهج تحولي في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي. باسمكم جميعا أرحب بالأستاذ بدر العلماء. أتشرف أكون معاكم اليوم وأتحدث عن مستقبل القطاع الصناعي ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة وشو التأثير على دولة الإمارات وعلى الاقتصاد الإماراتي، وبما في ذلك أيضا على الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. طيب بدر، لازم نتكلم عن كوفيد-19، وطبعا جائحة كوفيد-19 شيء ما كان متوقع، جائحة عالمية أوقفت أو أخرت الكثير من الاقتصادات حتى أثرت أعتقد على الثورة الصناعية الرابعة. سؤالي هو، هل الثورة الصناعية الرابعة ما زالت مستمرة وراح تستمر إلى ما بعد كوفيد-19، أم أن كوفيد-19 سيكون سبب لانطلاق الثورة الصناعية الخامسة من وجهة نظرك؟ لا والله حامد، شوف خلينا نقول كوفيد-19 نقطة تحول بالنسبة للثورة الصناعية الرابعة من مفهوم يعني رئيسي اللي أنا أشوفه، إن قبل يوم كنا نتكلم عن موضوع الثورة الصناعية الرابعة كان في فكرة وكان في توجه أو مخاوف أكثر من توجه، على أساس إن الثورة الصناعية الرابعة بإمكانها أن تستبدل الوظائف وبإمكانها أن تؤدي إلى unemployment يعني بشكل عام أو بطالة، بسبب أنك أنت بإمكانك أنك تستبدل إنسان بروبوت، أو بإمكانك أنك تستبدل إنسان بذكاء اصطناعي بسوفتوير. لكن اللي أشوفه اليوم بسبب كوفيد-19 تأكدنا أن التكنولوجيا اللي توفرها الثورة الصناعية الرابعة بالعكس قاعد تمكن أن الإنسان أن يقدر يستمر في العمل رغم أنه ما يقدر مثلا يكون موجود في الشركة أو ما يقدر يكون موجود في المصنع. فالمخاوف هاي أنا بالنسبة لي تبخرت. أنا بالنسبة لي أن الثورة الصناعية الرابعة بعد مرحلة كوفيد-19 بيكون عليه تركيز كبير، على أساس أن يشوف كيف بإمكاننا نحن نطور التكنولوجيا هاي ونزرعها في مكان العمل، بحيث أن الإنسان والتكنولوجيا يشتغلون مع بعض لاستمرارية العمل، لزيادة الأرباح، لمواكبة الأخطار، شو ما كانت. أنا أتوقع أن هذا هو بيكون التوجه الجديد، وهذا والثورة الصناعية الرابعة يعني مثل ما شفنا في الماضي الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة
الرابعة بتستمر لأتوقع ما لا يقل عن يمكن 30-40 سنة. يعني بدري الحديث عن الثورة الصناعية الخامسة. إيه لكن أنا يعني أنا النقطة اللي بغيت أقولها إن لابد إن نحن نستغل ونستفيد ونتعلم من الثورة الصناعية الرابعة عشان نكون ذاهبين ونكون جاهزين للثورة القادمة. لأن خلاص الإمارات مثلا نحن ما كنا موجودين وقت الثورة الصناعية الأولى كدولة، ما كنا متواجدين خلال الثورة الصناعية الثانية، لكن الثالثة كنا متواجدين وكنا نتعلم وكنا نستورد التكنولوجيا من الخارج. الرابعة لنا دور أكبر، نحن قاعد نكون يعني كدولة وكشركات الموجودة اليوم في الإمارات نحن شركة مع الدول المتقدمة اللي قاعد أصلا تروج عن الثورة الصناعية الرابعة، وقاعد ناخذ مثل ما تشوف في القمة العالمية للصناعة والتصنيع إن هاي القمة أصلا ترأسها دولة الإمارات مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. فلابد أننا مثل ما قلت قبل أن نحن نستفيد ونتعلم ونستغل الثورة الصناعية الرابعة بشكل بحيث أن نحن ناخذ القيادة وناخذ الريادة في الثورة القادمة. الحين شو ما بيكون الثورة القادمة يمكن يكون شيء مزج ما بين الثورة الصناعية الرابعة وأنا أتوقع مثلا أقول يعني مع البيولوجي أو بنقول الانترسكشن بين بيولوجي والديجيتال تكنولوجيز أو يقدر يكون أي شيء آخر شو ما كان، لكن لابد أن دولة الإمارات تكون ذاهبة ومستعدة للثورة القادمة. وهذا يتماشى مثل ما تعرف أنت حامد يتماشى تماما مع الرؤية أو التحدي اللي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من ناحية ما هو أو ما هي مرحلة ما بعد النفط. فنحن لابد أن ناخذ الرسالة هاي ونستعد على أساس أن نكون ذاهبين لمرحلة ما بعد النفط، الرفاهية، الحياة الكريمة اللي نحن عايشين فيها اليوم، أن الجيل المقبل تكون تستفيد وتعيش بنفس الحياة الكريمة اللي نحن عايشين فيها اليوم. فهذا يعني توقع شوف الرؤية اللي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، القيادة اللي موجودة اليوم في مبادلة اللي قاعدة تمكننا وقاعدة تساعدنا على أساس أن نطلع بأفكار جديدة ونطلع بشركات شركات يعني تتنافس شركات عالمية من ناحية الأداء، من ناحية الكوادر الوطنية أو الكوادر اللي موجودة في هالشركات الوطنية اللي نحن أسسناها اليوم في دولة الإمارات، وقاعدة تمكننا على أساس أن نحن نحط الخطة وتساعدنا في تنفيذ الخطة. فهاي القيادة الناجحة، ونحن اليوم يعني لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر هذه القيادة اللي قادرة أن أول شيء تعطينا الريسورسز اللي نحن محتاجينها على أساس أن شركة مبادلة ودولة الإمارات تطلع من يعني بين التوب كونتريز والتوب كومبانيز في العالم. طيب احنا نقترب إلى نقطة ما بعد النفط. بكل أمانة أين نحن في دولة الإمارات حاليا ونحن متجهين إلى تلك النقطة؟ ماشيين صح؟ متأخرين؟ متجدمين؟ كيف تشوف الوضع؟ شوف أنا أقدر أتكلم عن من باب مثل ما قلت أنا يوم أنا يوم انضميت في مبادلة في 2005 وشفت إن يعني بدينا بعد سنة وسنتين من 2005 بدينا نتكلم عن موضوع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. في هاك الزمن اللي هو يعني تكلم أنت قبل شو 10 سنوات 15 سنة يعني ما مش إن زمن يعني بعيد. في هاك الزمن احنا كنا ما توقع اي واحد تصور ان الامارات مثلا يوم من الايام بتصنع اجزاء على طيارة. ما توقع اي واحد توقع يعني اي واحد كان بامكانه يتصور ان الامارات تصنع اجزاء طيارات من مواد مركبة تركب على اجنحة الطيارة وبحيث انها تكون المصنع الوحيد حول العالم لبعض الاجزاء على إيرباص 330، إيرباص 350، إيرباص 380، بوينغ 777، يعني كل الطيارات الكبيرة اللي نحن نستخدمها عشان نسافر من مكان من يعني من دولة لدولة أخرى. فنحن استثمرنا واللي صنعها أيادي إماراتية وكنت أنا بقولها يعني نحن في البداية قلنا إن يوم واحد يحط مثلاً استراتيجية يبدأ إنه ينفذ استراتيجية عن طريق يعني يركز على مثلاً تأسيس المبنى ويشتري المعدات. لكن نحن في الإمارات بدينا وأتوقع هذا كان يعني مثلا يمكن يدرس للدول يدرس كاستراتيجية للدول الأخرى أن استثمرنا أول شيء وفي البداية
في الكوادر الوطنية. يبنى مجموعة من المواطنين، دربناهم على أساس أن يعرفون كيف يصنعون قطعة الطيارة، تأكدنا أن البنية التحتية موجودة من ناحية التعليم والتدريب، والكوادر الوطنية بإمكانها أن تصنع هالأجزاء. بعدين ركزنا خلال هالفترة على يعني إنشاء المبنى وتوريد الإكوبمنتس والآلات، واللي كنا محتاجين على أساس أن نصنع هالأجزاء. فهذا هاي الاستراتيجية أنا ما شفتها بس في استراتة، شفت أن أكروس يعني تشوف حول أبوظبي كلها، الإمارات الحديد، الإمارات الألمنيوم، الشركات الصناعية اللي أسسناها اللي كانت أسستها قبل توازن والحين موجودة تحت مظلة شركة إج، كلها بدأت بنفس الطريقة. فالحمد لله دام أن البنية التحتية موجودة، دام أن الشركات قادرة تنافس مش إقليميا، تنافس شركات عالمية، بإمكاننا نطبق التكنولوجيا وبالأخص التكنولوجيا الرقمية عشان ننافس للمستقبل، عشان تكون اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد أبوظبي من أفضل اقتصادات حول العالم. جميل. طيب يعني أفهم من كلامك أن بالنسبة لنا كدولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط احنا ماشيين حاليا في الطريق الصحيح. طبعا انا اقول لك ان بالذات في إمارة أبوظبي ان البنية التحتية موجودة، البنية التحتية الصلبة، البنية التحتية بامكانك انك تبني عليها وتطور عليها شو ما كان. والحمد لله نحن انا اشوف ان الرؤية اللي نحن رسمناها بالنسبة للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 we are يعني well on track من ناحية خلينا نقول الصناعات المتقدمة اللي أسسناها في إمارة أبوظبي، وإن شاء الله التحدي الكبير لمرحلة ما بعد النفط مثل ما رسمها سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أن بعد ما نصدر آخر برميل من بترول بنحتفل لأن بنكون جاهزين، وبيكون عندنا تكنولوجيا وبيكون عندنا تطور شديد وكبير، بحيث أن بإمكاننا مثل ما قلت يعني من شوية بإمكاننا إن نضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة، مثل ما نحن اليوم عايشين حياة كريمة الأجيال القادمة بتعيش حياة كريمة أيضا. طيب سؤال آخر في مجال أنت شخصيا مطلع فيه اللي هو مجال الفضاء. كان عندنا رائد فضاء إماراتي وصل إلى محطة الفضاء الدولية، أطلقنا ولله الحمد في 2020 في وقت الكوفيد في نص أزمة العالم أطلقنا مسبار الأمل إلى المريخ، أكثر من 3 إلى 4 أقمار صناعية في السنوات الماضية أطلقتها دولة الإمارات إلى الفضاء. السؤال كيف في الفترة هذه الوجيزة دخلنا هذا المجال وأصبحنا أو أصبحت دولة الإمارات دولة رائدة فيه، وين رايحين في هذا المجال؟ على موضوع مثلا مسبار الأمل، يعني لو تفكر فيها اليوم يوم القيادة حطت الرؤية على أساس أن نحن بنوجه مسبار إلى المريخ، الكثير يعني ما توقع أن هذا شيء ممكن، بس سبحان الله مع التحديات الموجودة مع الكوفيد، مع كل الديسربشن اللي صار حول العالم، الإمارات من بين 3 دول عالمية اللي أطلقت مسبار للمريخ. هذا في حد ذاته إنجاز، دولة ما كملت 50 سنة قدرت تطلع مسبار توصلها للمريخ في ظل ظروف كوفيد، هذا يعتبر إنجاز. والأجمل من ذلك أن في أيادي إماراتية اشتغلت على المسبار، وهذا يعني أرجع وأقول أن الاستثمار الأولي والاستثمار الأهم هو في الإنسان. فقد ما نحن نقدر قبل لا نبدأ بأي استراتيجية، قبل لا نبدأ ننفذ أي توجه لإنجاز أي هدف، لابد أن نفكر أن كم استثمرنا في الإنسان وكيف بإمكاننا نمكن هذا الإنسان من إنجاز الهدف، لأن هذا الشيء بيستمر. جميل. السؤال اللي يطرح نفسه، أنت ذكرت أكثر من مرة كلمة الابتكار ومستقبل قائم على الابتكار والابتكار. السؤال إنه شو اللي تنصح فيه الشباب؟ شو اللي تنصح فيه اللي بيختارون تخصصات، اللي بيتخرجون، اللي يبون يشتغلون؟ شو اللي تنصح فيه خلال أو تنصحهم فيه خلال السنوات القليلة أو حتى على كنظرة بعيدة؟ أولاً في المستقبل القريب، كون شفنا الديسربشن اللي جانا من كوفيد،
أنا أشوف أن في قطاعات بيصير فيها تغيير جذري بحيث أنه بيكون في هايبرد مودلز، يعني هايبرد مودلز ما بين استخدام التقنيات الرقمية والطريقة التقليدية مثلا لهذا القطاع من ناحية التصنيع أو من ناحية العمليات الخاصة بهذا القطاع، بيكون في مزج ما بينهم بحيث أنه بيكون في هايبرد مودل. والدول أو الشركات اللي بإمكانها أن to predict مثلا شو هالهايبرد موديل بيكون، هي الشركات اللي بتتميز وهي الدول اللي بتتميز عالميا، لأن هذا شيء أكيد بيصير. أنا أتوقع يعني أن هذا شيء أكيد بيصير على المدى الطويل. أنا ما أشوف أن القطاعات بتستمر بالطريقة اللي هي موجودة عليه. يعني المهندس ما بيكون مهندس من ناحية كيف والله أنا صنع قطع طيارة أو كيف أنا صنع سيارة. المهندس بيستخدم التكنولوجيا وبيكون في نوع مثل ما تقول أجن مزج ما بين الدراسة التقليدية أو المجال التقليدي مع التطوير التقني، بحيث أن الكل يمكن يتعلم على الكودينج ويتعلم على كيفية استخدام التكنولوجيا في المجال اللي هو بيتخصص أو بيركز عليه. فأنا أشوف أن لابد أن الشباب يطلعون على التكنولوجيا الرقمية ويطلعون على الأشياء الموجودة مثل الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين أو حتى استخدام الـ augmented reality أو virtual reality في المجال اللي هم قاعد يدرسون أو قاعد يتخصصون فيه، لأن هذا خلاص هذا هو المستقبل. الاقتصاد الرقمي شيء واقع اللي احنا قاعد نعيشه اليوم وبيزيد، يعني بنشوفه أكثر وأكثر على خلال السنوات القادمة. واللي قادر يتواكب مع هذا مع هذه التغيرات هو اللي بيكون الفائز في النهاية. فأنا أتوقع إن الواحد لا يعني ما يقتصر نظرته للشيء اللي موجود قدامه، إنه يحاول إنه يشوف كيف هذا الشيء بيتغير خلال السنوات القادمة. يعني يحاول، أنا دائما أقول مثلا بالإنجليزي إن how can you envision يعني the end, what is the end game, what do you believe is the furthest that you can go, وكيف أنت تحطي خطة عشان توصل لهالهدف النهائي اللي تبغى توصل له. فكل إنسان يعني لا يقتصر إنه يشوف بس اللي قدامه، يحاول إنه يحط له هدف استراتيجي على مدى البعيد ويحط خطة استراتيجية إنه كيف يوصل لهذا الهدف. بالفعل يا بدر، إذا الخارطة الطريق إن الواحد يحط أمامه هدف استراتيجي على المدى البعيد، وأيضا يحط خطة استراتيجية كيف يوصل لذلك الهدف. عموما بدر، أنا ودي أو كان ودي أن هذا الحوار يستمر أكثر، لكن للأسف داهمنا الوقت. مستمعين الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست مبادلة ترند. قبل الختام أكرر شكر الجزيل للأستاذ بدر العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ورئيس مجلس إدارة شركة ستراتا، وأيضا رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، على تواجده معنا في هذه الحلقة المميزة والقيمة من مبادلة ترندز. ألف شكر يا بدر. أشكرك حامد على الاستضافة الكريمة هاي، وأتمنى أني أنا قدرت أضيف شيء للمستمعين، وأتمنى لكم كل التوفيق في الحلقات القادمة. شكرا بدر، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لكم أعزائي المستمعين على طيب الاستماع في هذه الحلقة. أتمنى أنكم استفدتوا، أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة من بودكاست مبادرة ترندز، وأيضا أدعوكم للانضمام إلينا بإذن الله في الحلقات القادمة. بإمكانكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا مشاركتنا مقترحاتكم. بإمكانكم أيضا التسجيل بنشراتنا لتصلكم أحدث الحلقات من بودكاست مبادلة ترند. طبعا جميع المعلومات بإذن الله راح تشوفونها على هذه الصفحة اللي موجودة أسفل هذه الحلقة، ونشوفكم على خير.